التيار الكهربي هو فيض أو سيل من الشحنات. ما السر والسبب في حركة هذه الشحنات؟ تقوم البطارية بأن تكسب هذه الشحنات طاقة حركية لتتحرك في الأسلاك، وتسبب فرق جهد بين نقطتين لتتحول بعد ذلك إلى طاقة مفقودة في شكل ضوء، في شكل حرارة، في شكل حركة. إذن القوة الدافعة الكهربية هي الشغل الكلي المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها 1 كولوم في الدائرة الكهربية كلها، أي داخل المصدر وخارجه. إذن القوة الدافعة هي الطاقة الكهربية، أو هي الشغل الكلي المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها 1 كولوم في الدائرة الكهربية كلها، أي داخل المصدر وخارجه. إذن هي طاقة تكتسبها الشحنات لتتحرك في الأسلاك لتصل للجهاز لتشغيله. أما فرق الجهد بين نقطتين هي الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم بين النقطتين، هو الشغل المبذول لنقل كمية الكهربية مقدارها 1 كولوم بين نقطتين.